باسل السالم، رئيس مجلس إدارة شركة كويت فود كونسبتس. بدر جاسم بودي، وظيفة رجل أعمال. بيبي عبد الله الغانم، شغلي اللي هو تصميم الأثاث. اسمي نايف عبد الرحمن المطوع، أدرس في كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مجموعة تشكيل الإعلام. تسعة وتسعون حجرا من النور والقوة مبعثرة حول العالم، تسعة وتسعون قوة تفوق التصور. تسعة وتسعون بطلا يافعا لا يزال مصيرهم مجهولا، يمسكون بالمستقبل معا في أيديهم. محمد عبد الله العنجري، مهندس مدني. نجلاء صالح الخراشي، حاليا أدير الشركة يعني بالبزنس. فيصل عبد المحسن البشر، FJ Studio. شفت ان في حاجه حق المطاعم المحليه، افكار كويتيه مبتكره فيها تركيز على الديزاين، فيها تركيز على جوده الاكل، شيء مختلف، وما كان في تشبع في مجال المطاعم. فحسيت ان هذا المجال اللي هو يدمج شغلتين اللي انا احبها اللي هي الديزاين وهي الاكل. فطبعا هذا لما دخلت في اول مشروع اللي هو برجر بوتيك، سويت دراسه الجدوى، سويت دراسه السوق، شفت ان راس المال اللي عندي ما يكفيني، فلجأت حق بعض الاصدقاء يكملون المبلغ اللي كان ناقص وبلشت في راس مال الشركه. كبدايه كان راس مالي تقريبا 8000 دينار، فكانت البدايه بمركز تسليه لمده سنه ونص، لان كانت بدايه الغزو وما كان في مراكز تسليه، فاخترنا هذا المشروع. قبل راس المال فتحنا بعدين جراج متخصص كبير، بعدين هم استغرينا فيه لمده 3 سنوات، كلهم كانت مشاريع مربحه، والجراج للحين موجود. انتقلنا إلى مشروع المقهى، وهم كان مشروع كبير واشتغلنا فيه ولمدة 6 سنوات أو 7 سنوات، وبعدين استغرينا على المعاهد الصحية اللي هي أسسناها كبداية كمعهد صحي كبير، والحين صارت شركة مساهمة كبيرة كمعهد صحية، تملك المعاهد الصحية. انطلاقة ميز بدأت من مخدة، بديتها بمخدة. عندي أنا أصلاً أحب الأثاث من الأصل، وأحب أي شيء يتعلق في البيت، من فن الطاولة، فن الطبخ، فن الأثاث،
عموما انا احبها واعشقها من يوم انا صغيره. راس المال بدا براس المال جدا بسيط، كان جدا جدا بسيط، بدا يعني بحوالي يمكن 10,000 دينار، ومنها بديت اتطور. وبعدين لان انا رحت برا اعرض، لاني رحت برا كلفني اللي هو المعارض فقط لا غير، والشحن طبعا. لكن لما تبدي بالكويت الفكره مو مكلفه كثر ما هي مجهودك وشطارتك وفنك في الموضوع. اف جي ستوديو هو عباره عن استوديو متنقل مختصين في تصوير الكوميرشال فوتوغرافي. فكرة المشروع أن إحنا نروح للزبون، لأن أغلب الشركات أو أغلب الكاستمرز اللي نتعامل معاهم يحبون أن إحنا نكون متواجدين عندهم. بدايتنا كل واحد خذ من معاشه مبلغ، شرينا اثنيناتنا كاميرات، كل واحد شرى كاميرا معينة، طبعا فلاشات معينة، ستاندات معينة، كان إنه اللي نقدر نمشي نفسنا حق المشاريع الصغيرة اللي احنا بنبلش فيها. الفكرة كنت بتاكسي مع اختي بلندن والوالدة، وكان تبي نرجع لكتابة الاطفال. انا كنت اكتب للاطفال قبل شهاداتي، والفكرة ان ارجع حق الاطفال واكتب لهم عقب ما سويت 3 ماجستيرات ودكتوراه شيء يعني كان مثل بالنسبة لي كان سؤال تافه، فطنشته. بس لما طنشتها قمت افكر الفكرة الثانية، انا عندي اولاد صغار، عندي 5 اولاد، ومو عاجبني القدوات اللي قاعد تنمي نفسها كقدوة لمجتمعاتنا الإسلامية. في البداية تشكيل كانت شركة نشر، أنا طلعت فكرة 99، بس بعدين خذيت رخص لمجلات مارفل باللغة العربية ومجلات دي سي كوميكس، فقمنا ننشر سبايدر مان باللغة العربية وباتمان وأشياء مختلفة، بس خسرنا فلوس وايدة بهالشيء، فتحولنا إحنا لشركة بس تركز على 99، فكان أحد الأخطاء اللي تعلمنا منها في الطريق. وأنا قاعد أفكر جاتني هالفكرة، قلت لو أرجع إلى نفس المكان اللي غيرنا طلع رسائل تذبح فيها الناس، ونطلع أشياء إيجابية مبنية على الثقافة الإسلامية لكن غير دينية، نكسب فيها قلوب وتفكير الأطفال الصغار. بدت الفكرة إن شلون أقدر أطور هالشيء حق عيالي ومن عيالي إلى عيال العالم. يعني أول مليون دولار جاتني من ناس كانوا معي بالجامعة، سووا معي ماجستير إدارة أعمال، فعندي فلوس من المكسيك والصين ولبنان والآخره، وبعدين كونت باقي رأس المال. ويعني خلال 6 أشهر دير أن دير أول ماركة كويتية مسجلة عالمياً ملابس تختص فئة الشباب. هذا اللاين دارج في أمريكا وأوروبا، والحمد لله قمنا نصنع مصانع العالمية اللي قاعد تصنع حق برا أوروبا وأمريكا. فقلنا ليش ما يصير عندنا ماركة حقنا، حق ديرتنا الكويت؟ شمعنا الأجانب عندهم ماركات إحنا ما عندنا؟ شنو ناقصنا؟ كل شيء عندنا بالكويت ما شاء الله. وبديناها الحمد لله أن نختار اللوجو، وبلشنا طبعا مغامرة ما حد يقدر يعني تروالي اللي قلبه قوي انه يدش في المغامرة هذه، والحمد لله توفقنا انها تكون يعني ماركة مسجلة باسم الكويت. رأس المال بديت فيه تقريبا يعني مبلغ من معاشي من الوزارة، يعني ماكو شيء، يعني بديت فيه شوي كبر رأس المال. يعني كل ما اشتري بضايع رأس المال يرد صفر، بس مغامرة يعني. واكثر من مرة يعني ان خسرنا طبعا عثرات وايد، لكن طموحنا وهدفنا حاطه لأبعد مجال. بعد ما فتحنا برجر بوتيك شفنا ان اكثر شيء نبيعه اللي هم السلايدرز، البرجرز الصغار، فعطتني فكرة ليش ما أركز على السلايدرز هذه وأطلع منها فكرة ثانية. فقلت خل أخاطر فيها، خل أشوف حظي فيها الفكرة هذه. هذا كان أول مشروع اللي قلت أنا بقعد عليه يعني من الألف للياء،
من الديزاين الى الجرافيكس الى الاكل، باخذ راحتي فيه. وطول المشروع تقريبا فوق السنه ونص الى ان فتحته، ولكن يعني طلع بنتيجه اللي انا كنت راضي عنها، وهذا كان مشروع سلايدر ستيشن. يعني كنت يعني اشوف ان التجاره مجالي اكثر، كنت اشوف ان يعني ابي حياتي تكون افضل بالبزنس. وعندي 3 فروع من المعاهد الصحيه، والرابع ان شاء الله افتتاحه خلال 6 شهور قائم الاعمال الحين. يعني هذا بالنسبه للفروع اللي راح نبدي، وان شاء الله عندنا توجه ان نطلع للخليج السنه الجايه. كان في عندي مشروع فلافل ان كمباني. فلافل ان كمباني طبعا فتحته فتره بسيطه، يمكن فتره 6 اشهر، وقررت ان اسكر المطعم. كفكره بشكل عام انا راضي عنها، ولكن كتقبل السوق للفكره ما كان بالمستوى اللي انا كنت اطمح له. فقررت ان اسكر المطعم بعدها ب6 اشهر، وحوله الى مطعم كوكروم. فطبعا واجهتنا اول صعوبه ان احنا ما شاء الله طلبنا اوردرات مصانع واحنا ما عندنا محل. هذه مغامرة بحد ذاتها. فأول صعوبة كانت المحل، وإحنا كنا مصممين محل في مكان معين، لأن بما أنها أول ماركة كويتية فما نبيها يعني تكون يعني تنطلق من أي مكان. كان هدفنا مكان معين، وسبحان الله يعني بفضل كويتي وأفتخر صراحة لبصمة نجاحنا. في ناس الله سخرهم لنا وايد ساعدونا وسهلوا أمورنا أن نفتتح في هالمكان اللي هو الأفينيوز. وصولي إلى أوروبا بالذات لندن اللي هي بلد الانتيرير ديزاين وبلد المصممين الأثاث كان تحدي، بس ساعدتني فيه نور الوزان. الكتالوج اللي سوت لي تعبنا على الكتالوج وسوت لي بطريقة، يعني أنا ليش أمدح نور؟ لأن نور هي اللي صورت وهي اللي سوت، وكلها كان من إنتاجها. كتالوجي هو اللي دخلني. ميز انتشرت بالكويت، انتشرت بالمعارض، وانتشرت طبعا من وجودي برا ومن اللقاءات اللي صارت برا، وكسر لي كذا لقاء هني مع تلفزيون الكويت او بالجرايد، هو نشرني وبدا الاسم يتعرف بالكويت وبالسعوديه. الشيخه زين الصباح هي اللي اول ما دخلتنا في تصوير الكوميرشل، كانت من احدى الفنادق صورناها في الشرق الاوسط، وكان بالنسبه لنا احنا اكبر مشروع ذاك الوقت وللحين. فكانت يعني على قولتهم التحدي ان شلون نقدر نتعلم بسرعه ان احنا نقدر نصور المشروع هذا، فمن خلال الانترنت، من خلال الخبره الصغيره اللي كانت عندنا، الحمد لله قدرنا ان نوصل الى الكلاينت اللي كان محتاجه يعني بريسايز تو ذا بوينت. انا كنت شو احتاج بالكتب؟ رقم واحد احتاج ان احمي العلامه التجاريه عالميا، عشان احميها لازم يكون عندي شيء، فسويت الكتب. شيء ثاني ان الفكره اجربها بدال ما اخذ فلوس الناس واقامر فيها واسوي شيء بالتلفزيون على طول، ان ابتدي ككتب مصوره. فهل نجحت لغايتها؟ نجحت 110%، بس هل نجح كمشروع المجلات بروحها؟ لا. بس احنا يعني الاختبار الثالث كان لها ان هل عندنا شيء ممكن يطلع برا سور الكويت، وقدرنا نبيعه ب 12 لغات، بعناه في بالصيني 99 وفي بالانجليزي وبالفرنسي وبالتركي وبالهند. هاي كلها مو احنا على حسابنا، هاي الشركات شروا الحقوق منا كملكيه فكريه وسووا الكتب في بلادهم في بلغاتهم. عندنا اثبات ان الشيء اللي عندنا عالمي. شلون نعرف؟ لان قدرنا نبيع الحقوق للمجلات في كذا محل. بفضل الله والحمد لله، تشجيع من زبايننا ما قصروا، وهم اللي اعطونا دافع ان نفتح الفرع الثاني في مجمع اولمبيا بالسالمية. وفضل الله بدينا ندخل الحين في المطاعم. فكرت في فكره جت بالصدفه اللي هي اوبن فليم كيتشن، وهذه فكره يعني ما كانت على البال كلش. كان في مطعم في الدور الارضي مساحته 500 متر، وصدف ان اللي المستاجر اخلى المكان، قرر انه ما ياخذ المكان. فقلت هذه فرصه، ليش ما اخذ الموقع واسوي فيه فكره؟ حتى اذا ما كانت عندي فكره اشتغل عليها.
فجت الفكرة أن يكون في ستيكات ويكون في بيتزا ويكون في سلطات مقبلات وإلى آخره، والحمد لله توفقت فيه. يعني الصعوبات هي جزء من لا يتجزأ من عملية التجارة، ولكن حجم الصعوبات، قوة الإرادة، هل تدفعك أن تتخطى الصعوبات ولا لا؟ في الأساس كنت خايف جدا من الفشل، خايف جدا، لأن بالأساس هي فكرة كانت مجنونة شوية. أنا لما رجعت حق الوالد وقلت له بسوي هالشيء عبالي ينيت، قال قلت لك علم النفس رح خليك مجنون. صعوبات بالعقود، أنا لاحظت أن في agencies هم اللي ياخذون اغلب العقود وبعدين بالباطن يعطون المصورين. فكوني ككويتي موجود بالماركت جديد، فكان جدا صعب علي ان اخذ مشروع من هالايجنسيز. صعوبات كثيره وما تنتهي، للحين عندي صعوبات. يعني الحياه الشخص الانتربرنور او المبادر كلها كذي، فوق تحت فوق تحت، انت ما تسمع عن اللي فوق واللي تحت، اللي بالنص ما حد يسمع عنه. صعوبات موجوده يعني بكل المجالات، من البدايه يمكن الإحباطات اللي تجيك من اللي حواليك، من طبعاً ربع أو من المجتمع نفسهم. يعني طبعاً كبداية الناس ما تثق فيك أو بشغلك إلا لمن توريهم حجم أعمالك. أنا بالنسبة لي معظم الصعوبات كانت أواجهها مع الحكومة، مع الإجراءات، مع التراخيص، مع الأمور هذه، مع العمالة. مصاعب أنك تأسس شركة جداً صعبة، يعني قعدنا أشهر عشان نأسس، يجي الموعد يقول لك بعد 4 أشهر تعال وقع. زين الفترة هذه كلها شنو أسوي فيها أنا؟ وهذا كله وقت. تخلص يعني المعاملة عندك، يعني أنت أنسى تخلصها بيوم واحد، لازم تدور من وزارة لوزارة أساس تخلص لك ورقة واحدة. تضطر يعني أنت يا أنك تجابل شغلك يا أنك جاب الوزارات. طبعا الاحباط الحكومي، يعني البيئه السياسيه بالكويت الحكوميه ما هي بيئه مشجعه للاستثمار، عرفت؟ فانا عندي الشخص اللي ينجح بالكويت يقدر ينجح باي مكان بالعالم. بديت اول شيء كان اكبر حاجز نفسي، لان كنت خايف لو ابتدي الاخر. بعدين لما جمعت راس المال حسيت اني كذاب، لان عمري انا ما سويت مشروع مثل هذا، فعندي الحين فلوس، انا شو اسوي؟ فما نام بس اشتغل. وبعدين لما المشكله اللي حاشتنا اول شيء ان الكتب اللي سويناها منعوها بالسعوديه، توهقنا شو نسوي احنا الحين. انا حالي حال غيري، لما بني ادم، لما وقفوني بالسعوديه تضايقت وعصبت وحاولت اكلم ناس وكذا، بس بالنهايه لما شفت انه ماكو مجال حليت المشكله بطريقتين. رقم واحد، قدرت بديت اركز على امريكا كسوق. ورقم اثنين، لما صار وقت الزياده، مو يقولون حق العيار اللي بيتها هلا احنا بالكويت، سويت زياده عن طريق بنك اسلامي مملوك 60% لاكبر الشركات السعوديه. فلما سويت زياده راس المال ودخلت الفلوس الموضوع، وصار اكو شريعه بورد اعطونا ابروفل على اللي قاعد نسويه من غير ما نغير شيء، لان احنا قاعد نسوي ما هو ضد الشريعه، دخلنا السعوديه. المشكله اللي قاعد تواجهنا حاليا، اكبر مشكله، اللي الكل سمع عن الرئيس اوباما وشلون تكلم عن 99 وقامت، والكل عباله هذا كان افضل شيء صار لنا. I have to say, perhaps the most innovative response was from Dr. Naif Al-Mutawa of Kuwait, who joins us here tonight. His comic books have captured the imagination of so many young people with superheroes who embody the teachings and tolerance of Islam. After my speech in Cairo, he had a similar idea. So in his comic books, Superman and Batman reached out to their Muslim counterparts. And I hear they're making progress too. Absolutely. By listening to each other, we've been able to partner with each other. بس بالأمانة كان شيء فظيع، وأعتقد لا يعني ليوم موتي راح أفتخر بهاللحظة صراحة. لكن الناس ما يعرفون أن هاي وجه صارت صعوبات كثيرة بالنسبة لنا في أمريكا من هالشيء. فلما تكلم عن 99 قالوا هذا إثبات أن أوباما مسلم. فوقت الانتخابات الكونغرس شهر 10 99 كانت بالكلام بالجرايد ان هاي طريقه اوباما لغسل مخوخ الاهالي بالاسلام، وكلام كلام كلام. واللي صار ان المحطه التلفزيونيه اللي شرت 99 حق امريكا خافت، قامت تاجل البث. الحين صار سنه ونص معلقين في امريكا، اكبر سوق لنا. في بدايتي كنت وايد خايفه،
واثقه من نفسي بس خايفه، خايفه لان انا بين اكبر ناس في انجلترا كلهم موجودين، بس بعدين لا، من رد فعل الناس ومن يعني هالديزاينريه الكبيره الكبار اللي انت تشوفونهم، واحد منهم يا وشجعني وقال لي انت فخر وشغلك ينن وانت المفروض كنت تاخذين الجائزه انترناشونال. الصعوبات هذه تعلم الانسان على انه يكون اقوى، وكل ما يتخطاها يكون عنده القدرة على أنه يتخطى غيرها. ماكو شيء اسمه مستحيل، صبرنا لأن كنا نبي هاي الشيء وكنا نبي هالمشروع والحمد لله قدرنا ناخذ. فالناس ما تعرف يعني حجم التفكير، لازم يكون عندك ثقة بنفسك أنت، أهم شيء أنك أنت تقاتل عشان مشروعك، أهم شيء أنه يكون عندك طموح وثقة. حتى لو واحد يقول لك لا مرة مرتين ثلاث، مو معناته أنه خلاص الدنيا انتهت أو إنه ماكو مجال. الصعوبات طبعاً ما راح تخلص، إذا خلصت الصعوبات طبعاً يعني أنت مو قاعد تعمل. الطموح والإصرار صراحة والنجاح يخليك إنك تستمر بهالشغلة هذه. أنا كويتي وأفتخر، مشروع كويتي وأفتخر باعتقادي من أنجح المشاريع، وإحنا نفتخر في هذا المشروع لأنه يدعم الشباب اللي محتاجين إلى توجيه، محتاجين إلى دعم من الجماهير، يشوفون يجربون منتجاتهم، يجربون خدماتهم، يعرضون منتجاتهم على الناس. وأنا أعتقد إلقاء الضوء على هذه المشاريع الكويتية تشجع، تعطي حافز حق أصحاب المشاريع وحق الناس اللي حابين يدخلون في هذه المجالات. أنا ودي نشجع الشباب إنه ماكو شيء اسمه مستحيل، بس إنه يبي له إرادة، يبي له صبر. يعني هذا الشغل اللي قاعد أكلمك عنه مو مجهود سنة ولا سنتين، يمكن مجهود تقريبا 18-19 سنة، في إحباطات وايد، يمكن انكسرت فيه ورديت، انكسرت فيه ورديت. لازم تكون عندك أنت أهم شيء داخل التاجر الصغير إرادة إنه يوصل. لكن بالنسبة لكويتي وافتخر، يعني أنا أحيي اللي قايمين على المشروع إنه قاعد يشجعون الشباب على وصولهم لهدفهم. أعتقد إن فكرة وصلت هي تبين إنه حق الشباب واللي جايين يشتغلون بالقطاع الخاص إنه ماكو شيء مستحيل، وهذه النماذج هي اللي تبين لك إنه
هل تقدر توصل إلى كويتي وأفتخر؟ لعب دور كبير بالنسبة لي أنا وجمال. أعطانا دافع، عرفنا على الجمهور، جمهور كويتي وأفتخر يعني الجمهور اللي كنا إحنا ندوره داخل كويتي وأفتخر. هي بداية البزنس، يعني هي بداية إحنا، يعني أول ما وزعنا كروتنا كانت ترى من خلال كويتي وأفتخر. كويتي وأفتخر هو فخر حق الكويت، لأن فعلا هذا المشروع جدا ناجح كان ولا يزال، الإقبال عليه كبير جدا من الكبار وصغار، وشامل جميع المشاريع، وترى منها مشاريع وايد طلعت من عقب كويتي وأفتخر. يعني فكرة وصلت جدا 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 جميلة، وفكرة أعتقد جدا ناجحة وحلوة، خاصة أن هالفكرة حسب ما فهمت أن مو ثابتة، متنقلة، وأعتقد هي وصلت متنقلة في الكويت وبعدين راح تطلع تتنقل إلى الخليج وإلى العالم. جدا مهم حق الشباب يشوفون الإيجابي مع السلبي بهالشيء، وأعتقد برامج كويتي وأفتخر لما يشوفون قدامهم النموذج أعتقد ممكن يساعد كثير. وأعتقد فكرة وصلت أن قاعد تكلمون رواد أعمال قدروا يبنون شيء من الفكرة إلى ما هو وصلوا له في الوقت الحاضر، مع ويشوفون الخطوات اللي واحد اتخذها، وأن شيء ممكن حتى شخص ما يكون عنده أي خلفية. لأن بالنهاية إحنا عندنا مشكلة في العالم العربي، ومشكلتنا أن على سنة 2020 نحتاج 100 مليون وظيفة. بالكويت 92% من الكويتيين موظفين بالحكومة. شو بيسوون الحكومة؟ بيدوبلون الوزارات بعد؟ احنا كمشروع بالخمس سنوات اللي فاتت سوينا تقريبا 1000 وظيفة، يعني بالكويت في تقريبا 30 واحد هني بالشركة، غير اللي في الجهرة في مدينة 99 الترفيهية في سلي الجهرة، ففي كذا شخص يشتغل هناك. بس غير هذا اللي في 500 واحد بالهند يسوي الانيميشن، الحين الكتابة حق المسلسل الكرتوني الكتابة في هوليوود، نفس كتاب باتمان وبنتن وسبايدر مان لآخره. البري برودكشن والبوست برودكشن في انجلترا، البرودكشن في الهند، والاصوات في كندا حق اللغه الانجليزيه، وبمصر حق اللغه العربيه. زين، فبالنسبه للكتب المصوره الكتابه في نيويورك، الرسم في انجلترا، الحبر في اوهايو، والتلوين في لوس انجلوس. مشروع كويتي وأفتخر احنا نفتخر ان طلعنا من المشروع هذا في السنه الثالثه، كنا مشاركين كمشارك، والحمد لله فضل الله وفضل مشروع كويتي وأفتخر عرفونا ناس، وبدأوا يسألون شنو هالماركة، من وين تصنعونها، وين مكانها. وفضل الله والحمد لله فضل كويتي وأفتخر قدرنا ننتشر من أول شيء. والسنة الثانية صرنا داعمين للشباب، صرنا سبونسر والحمد لله. أنا الحين أعتقد أنه وصلت المرحلة الأولى اللي هي ما بعد مرحلة التأسيس، وأنا أعتقد أن اليوم أنا وصلت إلى المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية هم فيها مصاعب وفيها مفاجآت، وإن شاء الله يعني راح تكون مرحلة ممتعة. حققت حلمي، بس ليه الحين ما اكتمل حلمي؟ حققت هدفي وليه الحين ما اكتمل هدفي؟ لا، عندي وايد أشياء داخلي بعد ما اكتملت، في طاقة بعد تبتطلع إن شاء الله. يعني أمنيتنا أو حلمنا أن نشوف ماركة كويتية وعلم الكويت برا. إحنا الوصول إلى قمة، إلى القمة، إحنا أنا أعتبر نفسي أني وصلت المرحلة الأولى، يعني في كذا مرحلة. مرحلة الكويت وصلتها، مرحلة الخليج إن شاء الله راح نوصل لها، مرحلة العالمية. هذا الوصول الأكبر، أن ماركة تحمل اسم الكويت تشوفها لو رحت مجمعات برا او اسواق برا بامريكا ولندن، وهذا تشوف علم الكويت موجود وكلمه الكويت، هذا اكبر وصول حقنا. الحمد لله وصلنا وحققنا حلم، ولحد الان انا احس روحي اني حلمانه بهالنجاح، لان خلني حلمانه بحلم لين ما اوصل للعالم كله. كطموح كبدايه نعم وصلت اللي كنت انا اطمحه في البدايه، بس إن شاء الله أبي وصول أكثر من اللي أنا فيه حالياً. مشروع 99 كاف كان فيه حلمين، حلم اجتماعي وحلم ربحي. الحلم الاجتماعي هو نغير تصور الإسلام مو بس للغرب، بس للمسلمين نفسهم.
وبهذا أعتقد وصلت يعني فقت أحلامي. فأنا بالنسبة لي فكريا سواء في المدارس والجامعات وصلت وفاقت تخيلاتي. ربحيا الله أعلم، لأن الحين بدينا، إحنا صار لنا الحين سنين قاعد نستثمر بالمشروع، راح يشوف إن شاء الله الضوء بين شهر 1 شهر 3 راح يبث عالميا. طبعا بأمريكا عندنا مشكلة إن شاء الله تنحل، بس غير هذا شريتها كارتون نتورك في آسيا وام بي سي هني واي تي في بأستراليا وار تي اي في أيرلندا واي تي في في تركيا. مهند يانا دزينا لهم ال 99، ولما يطلع ال 99 على التلفزيون راح يكون أعلى مستوى أنيميشن شاف العالم، مو شاف الخليج أو شاف الشرق الأوسط أو شافتها آسيا، شاف العالم. وكلام إن أنا أول واحد بالكويت أو عندي أطول عمارة بالبحرين، خلاص it's over، لأن إحنا ماكو شيء يوقفنا أن نكون أحسن من الموجود. يعني الحلم يكبر مع كل مشروع، مع كل مرحلة يمكن أنت تحلم فيها. يمكن أنا ما كنت أحلم أن أوصل المرحلة، لكن قبل هالمرحلة كنت أحلم بهالمرحلة، الحين أحلم بالمرحلة اللي وراها. يعني تعرف الحلم دائما هو حلم ما له نهاية، يعني كل مشروع يكبر. وأنا ما كان عندي خلفية لا بالكارتون ولا بالأنيميشن ولا بتأسيس الشركات ولا تجميع رأس المال، وقدرت أوصل يعني جمعت برأس المال تقريبا 40 مليون دولار على الخمس سنوات اللي فاتت من مساهمين كبار، وتعلمت وأخطأت بالطريق وللحين قاعد أسوي أخطاء وماشي، وإذا أنا أقدر أسوي هالشيء أي واحد. طبعا كبداية كان هدفنا شيء، والحين الحمد لله وصلنا إلى نقطة أكبر من اللي إحنا كنا متوقعين. اي حققت حلمي اللي هو وصولي للعالمية، حققته. ماكو شيء مستحيل، انت مدام انك قاعد تشتغل، مدام انك عندك هدف تبي توصله، صدقني راح توصل. وصلت يا سامعي زي حس تار لا تحجب الشمس، شوف الشباب اللي بدا اللي بدا أمس، شوف الشباب اللي بدا اللي بدا أمس. انجز حقق حلمك وحقق حلم انت حلمها، وطرز طرز الإبداع في صدر السماء، واطلع من حدود الخيال ما من محال في أي مجال. يلا تعال انجز وحقق حلمك وحقق حلم انت حلمه، طرز طرز الإبداع في صدر السماء، اطلع من حدود الخيال ما من محال في أي مجال. يلا تعال الوقت ما يوقف إذا أنت وقفت، إذا مشيت الدرب بعون الله وصلت، الوقت ما يوقف إذا أنت وقفت، إذا مشيت الدرب بعون الله وصلت، اطلع من حدود